كما قلت الارهاق بنادم النعاس شي غمضه فهمتي شي سهوه شي حاجه فهمتي ما تعرفش شنو لانك هو اللي هو دابا اللي كان وسطهم هو اللي غيكون عارف شنو كيفاش وقع عليه مسكين والله يحضر الباس الله يحضر الباس هادشي كنتمنى ان الصحه ديالكم جيده وبقى ديال شوفتي كنتمنى ان شاء الله يكون خير هادشي ان شاء الله عندكم شي تقيه صحيه في هذا المجال هذا في هذا وخويا اش نقول لك لحد الساعه ما كاين والو كاين الله سبحانه وتعالى يعني اللي جات فيه يكمدها ولا اله الا الله ربي اللي يوقفنا العباد التغطية صحية لله هاجي نقدر نقول لك شنو كان راك مع شي حد ولا كان بوحدك؟ لا كان بوحدك الحمد لله اما لو كان شي حد راك معاه غادي مسكين غادي يقدر الله يستر هذاك اللي كان بالك تما يقدر يموت راك شتي لا شنو السيارة كيفاش دايرة من ديك الناحية من ديك الجهة ولكن الحمد لله راه ربي كبير الحمد لله كيدير على اللي فيها الخير هذا الشيء اللي كاين ربي دار اللي فيها الخير الحمد لله ان لو السبب ما نقدرش حقا نقول لك لان ما واش السائق اصيب ولا هو عنده السائق اصيب ولا توعد شويه في صدره توعد شويه واحد الفولون ضرباتو شويه ضرباتو ربي دار تا هو ديال الخير وكان راك بشي حد كانت غتكون مصيبه تقدر تكون كارثه بصراحه ولكن ربي كيدير اللي فيها اللي فيها الخير هذا الشيء اللي غنقول لان الحديد راه هو هذا ماشي مشكل جات في الحديد كيتعوض ما تجيش القران وجعلنا في بأس شديد الناس وبأس شديد يعني انسيستاو على ديك شديد يعني هو راه الحمد لله كان كاين الطاف وكون ما كانش الطاف الالهيه كانت غتكون كارثه سيرتو كون كان راكب مع شي واحد الحمد لله نتمنى ان شاء الله يكون هو بخير كنتمنى ان شاء الله يكون بخير الله عز وجل انه يكون بخير حتى واحد ما كتبغي ليه الضرر فهمتي كيما بغى يكون حاله كتعرفوا ما كتعرفوش زعما كتبغي له غير الخير هما مهنيين جيتو تهزروا اليوم ضروري راه ما يمكنش غادي تشوف طاكسي بحال بحالو غادي تحط راسك في الزيت ما تخليه كيما قلتي لان ضروري لان حيت حنا كيوقع لنا هادشي حتى حنا واقع لنا هادشي وكيوقفوا معنا الناس والزوج وكيكون على البراني كاع بلا ما يوقع السهو تيوقع السهو اخويا كاين ما تقولش عليه كيكون السهو ربما كان السرعه حتى حنا كيوقع لينا هادشي ربما كان السرعه شويه زيدا ما عرفتش لان تال عليك اخويا ما نقدرش نقول لك شي حاجه حيت قلت لك دابا هذا السر عنده هو يعني ما يمكنش لي انا نجي نقول لك حيت انا جيت لقيت الحادثه وقعت كيفاش وقعت الله اعلم الله اعلم هذا هو اللي ما نقدرش نتكلم الحمد لله الحمد لله اخويا I'm going to go to the hospital.
يعني من الطاكسي شوف فين داخل شوف دابا هذا راه خطر عليه اللي واقف تما يعني عندنا جوج كرسيات ملي كنكونوا دايزين كاينين 4 طوموبيلات مسافرين لاصقين يعني مساوي 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 مساوي